الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. لا فريد صوب استوحو بحث كمان بحث قياسة قياسة كم بحث قياس من تواوكل ووتمان بعض كذ مخالف قياسا بعض مخالف قياسا بعض موافقا بعض مخالفا واستت ترجيح لترجيح أوادا ك أوانيك قياسان قبولك فكان راجح ترتا أوانيك قياسان قبولني أم جارة أو دليلانا هلا وشينينو كنفاتي قياس أي لين. وأما ما قاله بعضهم من أن الشريعة جاءت بالتفريق بين المتماثلات والتسوية بين المختلفات وبهذا ينهدم أساس القيام قياسي فلا تقوم به حجة، فهذا قول غير سديد مطلقة. أما أو كبعض أوتيانا شريعتها تو جاري واهشتي دوشت متماثليه كان كشي فرق يعني هي وكو مثال هنا مثلا وتي رجو هردو كان رجو نويش لوقتي حيزا هردو كان ترقى كرين كشي لا بوجران وكي واجب نويش رجو كبي جيرتو كشي نويش كواجبني يا عليه اويك بعض وتو يعني شريعتها تو شتي متماثلي تفريق كردوا شتي مختلفي وكو يك تماشا كردوا شتك مختلفي شن كتي حكمة كيشانية كا وبما اتر اساسي قياس هل وشاوتو تنكا قياس برپايا لسر اواك متماثلات حكم يك حكم يعني ببي مختلفاتش يك حكم يعني ببي خلاص او قابي فلتقوم به حجة اويك طرف وجوتي قابي حجة بقياس قابد نابي چونك شريعة بعض جهاتها تفريق متماثلات كردوه تسوية لبين مختلفاتها كردوه بلام الله فهذا قول غير سديد المطلقة بشوي مطلق بلاي شريعة كاركي أمي وانية جاري واه يشتيكي وارو ياه أغلب أكثر ومتماثلات يكحكم يعني ولم يصدر عن اطلاع كاف على موارد الشريعة ومصادرها بلام أم رأيه فيا نبوة لأقدارية تواو لسر موارد ومصادر الشريعة ولا عن معرفة بمن طود عليه من حكم باهرة وأسرار جمة ومصالح حقيقية وأقداري نبوة اطلاع نيال لا أو كسكوا عليه لأثر اطلاعي زانياري نيال بأويك الشريعة شاملة لسري لحكمة عجيب أسرار نهنيات الزور مصلحة برجواندي حقيقي وابتناء أحكامها على معان وعلل اقتضت هذه الأحكام وأقيل وني شخصك كبزان أحكام شريعة مبتنين لسر معاني وعللك كمقتضي حكمك أنا يعني أغلبي شت التي هي علتك سبب حكمك هاتي. والشريعة لم تأتي قط بما ينافي ما هو مركوز في الفطر السليمة من تفريق بين المختلفين وتسوية بين المتساويين. والشريعة هرجزناها توبشتك مخالفي أو بك جيجيرة لسرشتي دروس إنسانة كهميشة دوشتي مختلفي تفريق بياك يعني ما ديك يكشاك يك خرافة على يك حكمي أني شاك بي خرافة لقلها معاملة كريم شاك بي شاك معاملة لقلها كريم وخرافة بي خرافة معاملة لقلها كريم يا تسوية بيني متساويين على أم بياو باشا أو شب بياو باشا كابي كان بي شاك المعاملة لقلها كريم مساوين فرقني وأحكامك وأحكامها بل والشريعة لم تأتي قط بما ينافي ما هو مركوز في الفطر السليمة من تفريق بين المختلفين وتسوية بين المتساويين وأحكامها الدالة وأحكامها الدالة على ذلك كثيرة. والشريعة هرجزناها توبواك منافي أو شبك جيجيرة لسرشتي درستي إنسانا لواكشتي مختلف أحكامي متفرقة عنها واشتي مساوي أحكامي مساوية عنها وأحكام شريعة كدولة الأمبكا زورة. أما إذا جاءت الشريعة باختصاص بعض أنواع بحكم يفارق به نظائره فلا بد أن يختص هذا النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواة غيره به. بلام أجر شريعة هاد بتايبت كذني بعض الأنواع بحكم كمفارق نظيرك يتي مثلا هرأو مثالي روجو نوجا اگر بلاي هردو جان لوقت حيزا لإنسان ممنوع بيه كشي أبي روجو كبقريتو نوجا كناقريتو اوه هل لبر اواني نوجو روجو وفو يكن چون كواني روجو لسالك يك جارة نوجا روجو كا بين جارة قلت نوي او زحمتا هميشة پانزر روش پانزر پینج نویجی بگیرتو زحمتا بلان لیک سالا شش حو روش کرتا حیز بگیرتو زحمتا جیتی یعنی دوابی فرقی انهی دیبرا
أما إذا جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره فلا بد أن يختص هذا النوع بوقت يوجب اختصاصه بالحكم. أما أجر شريعات هات بتايبت كردني بعض الأنواع بحكمك لجل نظيرك يا مفارق هروك ومثالة أبي أمنع وصف كتابك كسبب اختصاصي به حكمه به كوصفك مثلا للرجوكا أو تاني كما لصالة يقجى تكرار بيته وصفك للرجوكا أو تاني زورة للرجوكا تنجى تكرار بيته ويمنع مساواة غيره بأوية أو وصفية وتسبب أو أوية كي تري لك الأمام مساوين كذوة. وهذا الوصف الذي اختص به قد يعرفه بعض الناس وقد لا يعرفه البعض الآخر. جاء وصفك تائبة كراوة فيه بعضك أزاني أي ناسيت بعضك أزاني زاني هرد الله يحفظك أن وكو يكنو كشي حكم كان ينجاي بلاموانية. وليس من شروط القياس الصحيح أن يعلم صحته كل أحد مرجي قياسي دروسيش أو أنية دروس بونك يهموك سبب زاني. فمن رأى شيئا في الشريعة مخالفا للقياس الصحيح الذي يقتضي التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين فهو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه وتصوره وليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. هركز ببين اشتيق لشريعة مخالف قياس الصحيح كقياس الصحيح أود أخوازي متماثلين وفو يقمن مختلفين جابا ليكترين او شخص كآواز دير اكاتو مخالفي قياسك كل الذهني خويا دروسي كردو نج مخالفي قياس صحيح كل نفس الامر ثابت واقعية قياسك او قياسي دروسني. فليس في الشريعة احكام تخالف قانون التماثل لشريعتا حكم يقنية كمخالف قانون التماثل متماثلين يحكم يعني مختلفين حكم كان جاي. فمفارقة الحائض بعد طهرها في حكم قضاء الصوم دون الصلاة جابون ويحائز لدو ايفاقون ولا حكم جران وينوجا الرجوة كأبي بجرته برام نوج لا هناك بجرته مبني على معنى بيناه أوبنا كراولة معناه كروشن مانكاته وهو الحرج في قضاء الصلاة دون الصوم لكثرة أوقات الصلاة والحرج مرفوع شرعا ولا برأوي شنك حرج زحمتك لجران وينوجا بلام للرجوانية شنك كاتكاني نوج زورا بلام كاتكاني الرجوانية وحرج لشرعة خواي قورا قراري داوك إنسان توشي زحمتناك. ووجوب حد القاذف بالزنا دون الكفر يعو مثالك كابراء الله حد كابراء حد كس نسبة الزنا لك ولا داري حد لي أدري ونسبة الكفر اللي بداد داري حد لي نادري كشي كفرش خراب تريش للزنا. أما كواتصورك لأن القذف بالزنا لا سبيل للناس للعلم بكذب القاذف شنك نسبة دان بالزنا رجاء اطلاع وآجداري خلق بوك أم كابرات دروي كدوني كابرائك أشكيني خلق جنازة عن راسك يا درو برام تو نسبة كفر بي لكابراء كابراء نوجك أو إيماني هيت أهمك سيزان درو. فكان حده تكذيبا له وتبرئة لعرض المقذوب حدي أو كسك نسبة زنا أدا بدرو خسنويتي وباك كردنوي شرف وآبروي نسبة لدرا وكيا ودفعا للعار عنه وبولا بردني عيب عار لثري لا سيما إن كانت امرأة بتائبتي أقر آخرت. أما الرمي بالكفر فإن الشاهد حال المسلم وإطلاع المسلمين عليه كاف في تكذيب القاذف. أما نسبة داني كفر شاهد حال مسلمانك يعني أويك لبرشاوي خلقايا وأقذاري مسلمانا لسرى كافية بوه كابرا بلا دروك. وباستطاعة المقذوف أن ينطق بكلمة الإيمان فيظهر كذب القاذف كابرا نسبة لدراو كابرا تنالب من ألي مسلمان نذكاك أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول أتواني وابلة درك بك كابرا دروك. أما الرمي بالزنا أما كابرا نسبة الزنا لدراو وشيبك درك بك الزناين كردو. فماذا يفعل المقذوف حتى يظهر كذب القاذف كابراي نسبة لدراو تشيب كات تادر كبك كابراي نسبة در دروي كدو. وكذلك إيجاب قطع الصارق دون المنتهب يا مثالك يترك طرفك هنا يو الله دسي دز أبرية بلان دسي تالان كرنا بر لأن الأول يهتك الحرزة شنك دز حرز دشكينة شويني باراستني أوشتا أشكينة ويكسر القفلة كليل أشكينة وينقب الدورة مال كنت أكا ولا يمكن لصاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك كابري خوان مال غيري أما تشيب كات يعني غيري أما تشاريتي أتواني أوشتا بخاتة مال درقاي لي الداخة بخاتة قاوسنوخش لشواني قائمي خويا داينة
وقت كابرا أم هموانش كان لو زياتر شاري نية كوابي أكريد لازم دسي ببره. فكان لابد من إيجاب القطع على سارق حتما لهذا البلاء على الناس في عيوست واجب دز بريني دسي دز بو قطعي أم بلايا لترخل حسم يعني بو قطع. وهذا بخلاف المنتهي ببلام كسيك مال أفرينه ميلا بفرينه هذا برشاوتا شوهاتيه كابرا دياره هرهاد بكشة بسر يوم يال حالي من برا بخلاف فإنه ينهب المال على مرة من الناس لبرشاوي خلق شدد زي فيمكن مطاردته وأتواني كي تشويني وانتزاع المال من يده لشدسي بسيني توا كما يمكن الشهادة عليه لدى الحاكم فينتزع منه الحق أتواني للا حاكم شهادة شوارك الشهادة هو كابرا أو يبر أتواني شكاتي ليه وكيتو حاكم ليه سيناته. وفضلا عن ذلك فإن المنتهب يعاقب تعزيرا وزيالة مشا إنسانة كطالا كريشا شد أفريني معاقبة تعزيري هي فليست حقيقة السرقة كحقيقة النهبي كوابي حقيقة الزيوك وحقيقة طالا كردن بأشكرانية فافترقات الحكمي لحكم كيشا مفترقا أبي أن دسي بالريو أبي أن نابريو. والترابوب ومثل يقلوا آوكا صار طورا ورافعا للحدث عند فقد الماء بحكم الشارع وقل كالي أمانة دوشتي مختلفا كجيك حكمي يك حكمي عن هيا أو لكيو قل لكيو كجيك جيان دزنواجي إنسان أبنى سببي دزنواجي بوني دزنواجي إنسان ونواجي بو حلالكا ألي تشربتي كان هيا بيكو ألي قلك كبوة طهور ورفع حدثك لوقتك أو نية الشارع واي فرموه فهو حكم تعبدي ومثلك تعبدي ما له قياس لتعبدي عنيه. والأحكام التعبدي لا تعرف تفاصيل عللها كما قلنا وأحكام تعبدي تفاصيل عللك نازان ذي وقياس شيء أنت نية. والخلافة فإن القياس الصحيح دليل من أدلة الأحكام طالبتي مثلا إيش أو قياس صحيح دليلك لدليل كان أحكام وحجة شرعية كما ذهب إلى هذا الجمهور وحجتي شرعية وكو جمهور بو أمر رشدوة وهو الراجح من القولين ولا أمدو قولا كي كان إثبات قياسك أي كان في قياسك الراجح يعني أبيتانك إثبات قياس به وأنه يعمل به ويصار إليه بعد الكتاب والسنة والإجماع أو كارف ذكره ودتيبو أنجام داني قياس لدواء كتاب والسنة إجماع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.